زما بيفتشوا المسكين واحنا داخلين نفتشوا، المفروض كل الناس تتفتش صغير وكبير. دخلت ازاي دي احنا مش عارفين، وناحيه السيدات يعني قنبله محطوطه ناحيه السيدات. للاسف ان الامن اللي بره ما لمش حاجه، امن الكاتدرائيه هو اللي لم كل الاشلاء. فين لما جت الاسعاف وجت البوليس النجده وجت الحاجات البوليس والكلام ده كله؟ فانا زعلانه من كده، هم بيخبطوا في السيسي بس احنا عايزين السيسي. اشمعنا الكنائس؟ اشمعنا يوم مولد النبي؟ يعني الناس بايته في الكنيسه من بالليل، فالكنيسه كانت مليانه. الاعداد اللي بيقولوا عليها دي كذبه اكتر من كده. الجزء بتاع البنات تدخل تشم بمعنى كلمه ربنا شهد على كلامي، كانك داخل جزاره، كانك داخل جزاره. اللحمه في كل حته. انا قلت لهم انا دوست على حته لحمه، انا الصبح دوست على حته لحمه. عارف حضرتك لما تبقى ماشي بقشره موز او موز كنت بتكعبل من البتاع. طبعا اللحم في كل حته منتشر، الريحه صعبه، الناس كانت بترجع. اللي حصل دوت غريب المره دي، لان حادثه القديسين كانت بره الكنيسه، الحادثه ديت كانت من جوه الكنيسه، فدوت علامات استفهام احنا مش فاهمينها. الناس دي عملت ايه؟ الانسان اللي فجر او الهيئه اللي فجرت او المنظمه اللي عملت كده استفادته ايه؟ استفادته ايه؟ احنا بنسامح كل اللي عمل كده؟ شبعنا من الكلام، شبعنا من الكلام والناس بتضحك عليها، شبعنا من الوعود، شبعنا من الهقص. كفاياكم تخلف، كفاياكم ارهاب، كلكم عارفين اللي بيحصل وساكتين لغايه امتى؟ الناس النهارده جايه بتموت وبتدمع، والناس النهارده ميته. الاهالي الاطفال الصغيرين نقول لهم ايه؟ واحده بتقول لي ماسكه حته لحمه، ماسكه حته لحمه، بتقول لي دي بتاعت بابا، دي بتاعت ماما،